كل شيء مشترك مفيد، وكل تفرق ضعف، وكل تجمع قوة. للأسف خلي رأيي لحالي، بديش أحكي عن القائمة المشتركة، لأنه إذا بدي أحكي راح أحكي كثير شغلات مش راح تعجب القائمة ولا اللي بقلب القائمة المشتركة. قائمة مشتركة مليحة ومش بطالة، يحاول مجرد محاولات من دون نتائج. الواحد إلها رأي بدها تجربه، بعرفش هي تحكم على حالها هل نجح هذا الرأي أم لا. نفس الشيء ممكن أكثر شوي استياء من القائمة الموحدة أكثر من القائمة المشتركة. الموحدة كان ملاحة، اجتهدهم ولكن فشلوا بالاجتهاد. راضي ليش طبعا لا. المواطن سيقول كلمته في الصندوق. لا والموحدة حاب يصير تغيير بالأشخاص. كمان لا، نفس الجواب للجهتين، لأنه كان لازم يتحدوا أعضاء كلياتهم. المهم نصوت لإحنا، نحط الصوت تاعنا لقائمة عربية، مش مهمين. برضو حاب يصير تغيير بالأشخاص. لا لزوم له، على الأقل أن يظهروا للمواطن ولو ظاهريا أنهم متحدون. كل احترام لهم على هاي النقاشات. كل المشاحنات اللي بتصير هاي بس بتبعد الصوت العربي عن الأعضاء. إذا تغيرت الأشخاص فإحنا أكيد رح نتوصل، لأنه ناس جداد رح ممكن يكون بيناتهم اتفاق جديد، وممكن تكون وحدة من جديد. في بعض الأحيان أكيد بمثلوا، في بعض الأحيان بنسوهن. بمثلوا ليش لا؟ مش عم بمثلوا قضايانا بخلال، فيش بشكل عام مش عم بمثلوا قضايانا. بحاولوا بس محاصرين، هذا ما فيش باستطاعتهن كثير. والله هي بتركها للمواطنين مش إلي. نتمنى أن يدخل وجوه جديدة للقائمتين، نتمنى غيره بكفي. دائما لازم يكون وجوه شبابية بكل محل، مش بس بالقائمة بالانتخابات الكنيسة. يعني روح الشباب دائما لازم تكون موجودة، لأنه اللي أعطم على مدار 20 سنة مش راح يعطيك شخص جديد اللي هو ممكن يكون بعده يعني طاقات موجودة به. يعني اللي أعطى 20 سنة خلص يعطي العافية، يرتاح، يفتح مجال لغيره. صحيح إن يعني بيعرفوا المشاكل وهاضمينها، ولكن ما تعاونوا على حلها. للأسف لا. طبعا إذا هن بدهم يمثلوا مين بيمثل يعني؟ أقول لك يحاولوا، ولكن هم تعلقهم بالكرسي أكثر من تعلقهم بالمشاكل. أول إشي المسكن، على الأقل قضايا المسكن. في كثير قضايا اللي ممكن يعالجوها، ممكن قضايا الإجرام اللي قاعدة تصير عندنا بالوسط العربي، البنية التحتية اللي موجودة بقرانا، في كثير قضايا اللي هي بدها علاج. هي القضايا، كل المشاكل بالوسط العربي هي اليوم بأزمة السكن، الأرض والمسكن، أماكن عمل شبابنا، كثير قضايا اللي هي الجريمة والعنف. يعني هاي أهم 3 أشياء اللي إحنا بحاجة لها. يعني لكل حالة حديث إن شاء الله. أي نعم، كل مرة صوتت يعني، بس هاي المرة أنا يعني محتار يعني.